ممكن وجود الجمهور يعمل نوع من الحماس للعيبه اكتر، ياثر عليهم سلبا او ايجابا؟ رايك في وجود جماهير النهارده لاول مره منذ فتره طويله جدا، ان يخش جمهور كبير يعني هنا 1000 وهنا 1000، بس ما اعتقدش ان يوصل، يعني ممكن توصل ل 3000 مثلا لكل نادي، يعني انت عارف ان احنا بنحب بعض يعني اكتر من لازم. يعني وجود الجمهور تاثير، مدى تاثيره على اللعيبه النهارده كابتن حماده؟ طبعا سلبي ولا ايجابي؟ طبعا ايجابي، متعه كره القدم في وجود الجماهير في الملعب، فاكيد هيبقى ليه تاثير ايجابي وتحفيزي وحماسي، فدي حاجه منتهين منها. الجمهور ده موجود، الجمهور ده هيشجع، الجمهور ده هيشجع. لكن عشان احنا ما نتكلمش في موضوع الجمهور فقط لا غير، هو المدير الفني هنا مخطط لايه؟ مخطط ان هو نازل عايز يكسب، ولا نازل عايز يبقى الماتش يعدي زي ما الكابتن احمد قال؟ انت رايك ايه؟ وما اخسرش. انا كزملكاوي اتمنى ان انا انزل العب على المكسب، حتى لو في طريقه اللعب من البدايه بيبقى عندي تحفظات، بس انا عندي اوراق هجوميه تقدر تساعدني على المكسب. المهم اول حاجه انت داخل معاك نقطه، ما يخشش في الجون، وزي ما انت قلت وكابتن احمد قال، لو ما كسبتش ما اخسرش، بس لازم اسعى للمكسب، لان انا عندي اوراق هجوميه تساعدني كويس قوي، عندي نص ملعب كويس، عندي دفاع كويس. اهم حاجه النهارده يبقى التوفيق، محالف اللعيبه، المدير الفني، التكتيك اللي هعمله من البدايه، هضغط من فوق من الاول، هتحفظ في الاول في نص الملعب. في لعيبه مهمه كابتن احمد قال، قفشه وعلي معلول، يمكن انا بضيف عمرو السوليه. عمرو السوليه من اهم اللعيبه في نص الملعب، بيعمل ظبط وربط واتزان في نص الملعب، فهي هتبقى مباراه حلوه في نص الملعب. هتلاقي عندك ديانج، هتلاقي عندك عمرو السوليه، هتلاقي الناحيه الثانيه امام عاشور عندنا وطارق حامد يكونوا في مستواهم، هنستمتع. المهم مين هيستحوذ، المهم مين هيعمل فرص خطيره، مش استحواذ سلبي. انا عايز استحواذنا ايجابي، ايجابي على الجول. لا، عايز زيزو على الجون، عايز بن شرقي على الجون، عايز اوباما لو لعب يكمل، عايز معرفش مين الفرود اللي هينزل، عايز اهم حاجه ان انت تقفل الخطوط بتاعتك. لازم تقفل نص ملعبك كويس قوي، ما تديش السيطره للنادي الاهلي، ما تديش مساحات للنادي الاهلي، ان عندهم اتنين لعيبه مهمين جدا، محمد شريف وبيرسي تاو، لو خدوا مساحات هيبقى خطر جدا على نادي الزمالك. فلازم خطوطنا تبقى قريبه من بعض، لازم الكره تطلع من رجلنا للعيب في الرجل، لازم نستلم ونمرر كويس، والتحرك بدون كره مهم اللي بيعمله اوباما او بيعمله بن شرقي. فهي دي عواملك للفوز، في عوامل دي تكسبك، لكن في حاجات سلبيات لو عملت، لو ما عملتهاش هتخسر. سلبياتك ايه؟ ما تديش الاستحواذ، اديله في ملعبه، لكن ما تديش الاستحواذ الهجومي للعيبه الاهلي، لان لعيبه الاهلي بيتحركوا بالكوره بدون كوره كويس، سواء بكوره او بدون كوره، بيروح على الجون كويس، عندهم لعيبه مهاريه، عندهم لعيبه عندهم سرعات زي محمد شريف وبيرسي تيا، وعندهم صانع لعب كويس زي قفشه، عندهم ظبط وربط، عمرو السوليه بينظم نص الملعب كويس، عندهم علي معلول زي ما قلت لك هيبقى ماتش حلو بينه وبين زيزو، عندهم الناحيه الثانيه لو اكرم توفيق لعب او محمد هاني، اتمنى بن شرقي يبقى عنده المباغته الهجوميه، يروح ياخد الكوره ويعدي وكده. عايزين نستمتع بكره قدم، انا زملكاوي طبعا عايز الزمالك يكسب طبعا. بس لازم انت مخطط للمكسب، واللي انت نازل عايز الجيم لا هقفله ولا اعتمد على الهجمه المرتده، على حسب فكر المدير الفني هنا والمدير الفني هنا.